شهدت محافظة مطروح تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة، وتم تزويد مستشفى رأس الحكمة المركزي بستة أسرة عناية مركزة مزودة بأجهزة، كما تم شراء جهاز أشعة مقطعية وأجهزة شفط وأسرة عناية مركزة وجهازي تنفس صناعي. احنا برضه موجودين في مستشفى رأس الحكمة بمطروح لنشاهد رفع الكفاءة والتطوير الذي تم بغرف العناية المركزة بالمستشفى. يمكن النهارده أضيف لغرف العناية ثلاث سرايا عناية مركزة، أصبح الإجمالي في مستشفى ست سرايا عناية، ودي يعني طاقة كويسة بإذن المستشفى هنا، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي يمكن أضيف لهم ثلاثة، بيصبح الإجمالي ستة جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى ستة أجهزة مونيتور جديدة.